بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم غريبة ديال السميدة اللي كتجي رائعة وسهلة في التحضير، دغيا كتوجد وكمية وفيرة، كتجي هشيشة بزاف. شوفوا غير كنقيسوها دغيا كتبقى كتفرتت لينا في يدينا بطريقة سهلة. غادي نحضروها إن شاء الله اليوم. غادي ندوزو نشوفو المقادير والطريقة ديال التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج واحد معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشمش، النكهه ديال الحامض، 3 د البيضات، 250 غرام ديال السميده الرقيقه، نصف كاس ديال الزيت، كوك ميدم، ضروري يكون ميدم، 250 غرام كذلك، وكاس وشويه ديال السكر سنيده وخماره حمراء، واحد القبصه ديال الملح. عندي هنا سكر كلاصي للتزيين. غادي ناخذ اناء وغادي نخدمو المقادير. اول حاجه غادي نديرو البيض في واحد الاناء، غادي نديروه مع السكر سنيده وغادي نخدموهم مزيان شويه بشويه حتى كنساليو وكيتطرب لينا البيض مزيان. هنا غادي نزيد السكر سنيده على البيض وغادي نخدمهم مزيان كيف كتشوفوا، حتى كيدوب لينا تقريبا سكر سنيدة مع البيض. وعاد غادي نضيفو الزيت شوية، نزيدو نطربو. حنا اي مكون زدناه غادي نبقاو كنطربو مزيان. بعد ما كنكون خدمتهم شي شوية الزيت والبيض، شوفو كيفاش كيوليو. هنا عندي النكهة ديال الحامض، الا متوفر عندكم ما متوفرش ديروا قشور حامضه، داك القشره ديالها الخضراء ماشي البيضاء، البيضاء مره ديروا هذيك القشره الخضراء اللي كتكون من الفوق، حكوها وديروها كتعطي مذاق زوين في هاد الغريبه ديالنا. غادي نخدمهم كذلك مزيان. واحد القبصه ديال الملح غادي نضيفها، وكذلك غادي نبقى وانا كنطرب، كل مكون زدتو غادي نبقى كنطرب. غادي نزيد الكونفيتور معلقه كبيره، الا عندكم هذاك الكونفيتور الجاري من الاحسن، انا ما متوفرش عندي فدرت هذا، واخا حاولت نخلطو شي شويه بيدي. غادي نطلبوهم مزيان هاد المكونات، وغادي نبقى نضيف الكوك وانا كنخلط، وغادي نبقى نضيف الكوك. بالنسبه للكوك من الاحسن انه يكون كوك ميدم، فاش تمشيو تشريوه قولوا لمول الحانوت يعطيكم كوك ميدم، وفاش كتقيسوه هكا بيديكم وكتمعسوه شي شويه راه كيطلق لكم الزيت في يديكم. ضفت الكميه المتبقيه ديال الكوك وغادي نبدا كنخلط هاد المكونات. من بعد غادي نضيف ان شاء الله السميده شويه بشويه وانا كنخلط. بالنسبه لهاد الكميه اللي عطيتكم ديال 3 بيضات، كتاخد معنا في السميده 250 غرام، وكذلك 250 غرام ديال الكوك، يعني نفس الكميه كتجي هي هذه. هنا غادي نكمل باليد ديالي، نكمل التحريك غير بيدي وانا كنخلط وكندخل الكوك والسميده مزيان والمقادير الاخرى في بعضياتها، ونزيد السميده شويه بشويه. هنايا غادي نضيف الخماره الحمراء، غادي نزيدها على بعد ما كنكون عجنت شي شويه، غادي نزيدها باش يالله تعطيني المفعول ديالها. وانا كذلك كنزيد شويه بشويه ديال السميده. حتى كنسالي الكميه اللي عندي ديال السميده. انا هاد الكميه خدت مني 250 غرام، ما شط منها والو وما زدت حتى شي حاجه اخرى من بعد، هي جات هي هادي. غادي نبقى نجمعها هكا بيدي
ولقيت السميده خاصاني كنضيف هذيك الكميه المتبقيه بعد ما كنكون ساليتها ودلكتها مزيان هكذا ودخلت السميده في بعضياتها صافي. غادي نبقى ناخذها ونكبرها هكا شي شويه ونحطهم في واحد البلاطو ولا في اللاطانيت اللي كتدخل الفران. انا هنا غادي نكبرهم وغادي نبقى نحطهم ان شاء الله في البلاطو، واحد البلاطو صغير. كيف شتو راه ما كتاخدش معانا بزاف ديال الوقت، يعني غير فاش كتساليوها في التخلاط وفي العجين ديالها كدوزو مباشره كتكوروها وكتحطوها في واحد اللاطه، ومن بعد كتبداو تدوزوها في سكر كلاصي. غادي نكبر هاد الكمية اللي عندي، غنزيد معكم واحدة اخرى باش غادي نوريكم ان شاء الله الطريقة ديال كيفاش كندوزوها في سكر كلاصي. هنا جبت سكر كلاصي، بالنسبة لسكر كلاصي ضروري يكون النوع الممتاز باش ما يتحرقش ليكم في الفران. هنا غادي نبقى ناخد هذيك الكرة ديالنا وغادي نبقى نحربلها في هذاك السكر كلاصي، وناخذ بيدي في الوجه ديال الغريبه، ناخذ بيدي واحد الكميه ديال السكر كلاصي نلصقها في صبعي، نلصقها في الوجه ديال الغريبه كيف كتشوفوا، نلصق فيها ونقلب ونحطو هو الوجه ديال الغريبه ديالنا باش كيجي باين. فاش في ديك الدقيقه كيجي السكر كلاصي باين، كيجي المذاق وحتى المظهر رائع. هندير معكم وحده اخرى نفس الحاجه، كندوزوها في سكر كلاصي وكناخذوا بالاصبع ديالنا واحد الكميه ديال السكر كلاصي ونحطوها في اللاطه اللي كتدخل الفران. صافي غادي نستمروا ان شاء الله بحال هكذا حتى كنساليو كاع الكميه اللي عندنا وكندخلوهم الفران، وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الغريبه. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه بعد ما كنكونوا خرجناها من الفران. بالنسبه للحراره كنقصوا كنسخنوا بعد الفران وكنقصوا عليه شي شويه وكنخشيوها من التحت تكون العافيه من فوق منها باش تشقق لينا، ما تخليوهاش بزاف باش تحمر لكم. كيف شفتوا انا عندي شي وحدين محمرين، ماشي مشكل كل واحد على حسب الرغبه وكيفاش بغاها. كنتمنى لكم شهيه طيبه والسلام عليكم.